تأسست مدرسة نجوم وازل للسيرك بعد حرب 2014. كنا مجموعة شبابية مكونة من 6 أفراد، تبعنا كنا نتابع هاي الرياضة عن طريق التلفزيون وطريق السوشيال ميديا. فكرنا انه ليش مش موجودة عندنا بقطاع غزة، ضلينا وراء هاي الرياضة لما تعلمنا كيف تلتعب وشو قوانينها وشو هي الرياضة، وبلشنا نخطط ونرسم هدفنا انه احنا بدنا نعمل مدرسة خاصة بينا. بعد هيك تم جلب مدربين اجانب حتى يتم تدريبنا ونستطيع انه ندرب اطفال ونستمر بهاي الرياضة. رياضة السيرك مكونة من فقرات عديدة، فقرات الجونجلير اللي هي السيرك، ادواتها بتتكون من كوار، من حلقات، من الكلبز، وفقرة ثانية بتتكون من الجمباز، وفقرة الليونة، وفقرة المهرجين، وفقرة الأكروبات الهوائية، وفي عندنا كمان السلك والهوب والهوائي. بالأول عانينا شوي بهاي الرياضة لأنه الناس ما كانت تعرفها بقطاع غزة، وكانوا شوي خايفين منها ومن خطورتها، ولكن احنا قدرنا نشرح للأهل ونفهمهم، وحتى ورجناهم بعض الفيديوهات اللي بيلعبوها من الخارج. الصعوبات اللي بتواجهنا خلال تدريباتنا للأطفال أو تدريباتنا في رياضة السيرك اللي هي عدم توفر الأدوات بشكل مستمر بشكل كبير، والأدوات نفسها ثمنها باهظ الثمن، نادر جدا لما نلاقي أداء حتى يتم تدريب الأطفال عليها. انضمت لمدرسة نجوم غزة للسيرك قبل سنة تقريبا، وأنا كانت عجباني الهواية هذه، وكنت أتفرج على اليوتيوب طبعا فيديوهات وعجبتني الهواية، فروحت سجلت ضمن فريق نجوم غزة للسيرك. وطبعا هذا الفريق يعني تقريبا فيش له في غزة. أنا اللي بلعب تقريبا 7 سنين من بعد حرب 2014 دخلت ثقافة السيرك على غزة جديد، وإحنا كنا من أول الناس، ودخلت وفود أجنبية للدرب. وبعد بعد حرب 2014 إحنا كان لنا دور كبير في تغيير نفسيات الأطفال، وكنا نعمل عروض ومهرجانات في غزة. وأنا هدفي وطموحاتي نصل للعالمية ومثل فلسطين وأطلع لاعب سيرك محترف بره.